وكذلك الساده المضاعفين في ديون وكذلك المنتخبين. اولا ما زالت الدوله الاجتماعيه، ما زالت الدوله تكون معكم في هذا اليوم المبارك، اليوم الثلاثاء في يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الموسوم بقانون المالية 2021 لمسايرة طلبتنا وباحثينا على مستوى المركز الجامعي بإليزي لكل مستجدات الساحة الوطنية من متغيرات سياسية واقتصادية تمس كل القطاعات، ومساهمة من الأسرة الجامعية لإثراء كذلك هذا القانون. التحدي هو تحدي طاقوي، والتحدي هو أمن غذائي، والأمن الغذائي لا يكون إلا بزيادة الإنتاج والوفرة الإنتاجية لهذه المنطقة وكذلك لما تصديرها، لأنكم في منطقة حدودية، إذا لما لا الحدود المجاورة. نتمنى أن يتحقق هذا الحلم بهذه القوانين التي تدعم أبناء المنطقة والجنوب الكبير في المجال التحفيزات الجبلية.